لاجئون والشرف والكرامة عنواننا، اسم جديد لجمعة جديدة من عمر الثورة يثبت السوريون فيها بأن لا شيء يعلو على كرامتهم التي خرجوا من أجلها منذ سنتين وأكثر، ردا على بعض الكتاب والنواب والسياسيين في بعض الدول العربية والذين لم يجدوا طريقا لنصرة النظام إلا بالغمز واللمز من كرامة اللاجئين السوريين. يظل الموت والشهادة خيارهم الوحيد للنصر ونيل الحرية، هكذا يقول المتظاهرون في قارة بريف دمشق، وعلى هول ما يشهده ريف العاصمة من قصف وتدمير يخرج الأهالي في سقبة وكفر بطنة ودومة، وكأنهم يقولون إن صرخة الحرية لا يكممها موت ولا حصار. في عربين المتظاهرون بعثوا رسالة تهكمية إلى الإخوان في مصر. في حي العسالي الدمشقي أشار المتظاهرون إلى أن الحل السياسي ينجي رموز النظام من المحاسبة، ومظاهرة تجوب شوارع مخيم اليرموك رغم ما يشهده الحي من قصف وحصار. في حلب وتحديدا في حيي الإنذارات والصاخور أشارت لافتات المتظاهرين إلى أن من يمثلهم هو من قام بالثورة والتزم بمبادئها، والمظاهرات تعم الفردوس والصالحين والسكر والقطرجي وطريق الباب وبستان القصر. وفي الريف الحلبي شهدت منبج والباب ومارع مظاهرات حاشدة نادت لحلب ولباقي المدن السورية الثائرة. في حمص المحاصرة تظاهر المئات في إحدى ساحات حي الوعر وبعثوا رسائل للجيش الحر ولنواب أردنيين وإلى حماة وتحديدا إلى حي الحميدية، انتقاد صريح للإخوان في مصر ورسائل ساخرة لأكثر من جهة حملتها لافتات المتظاهرين في حي طريق حلب. ومظاهرات في حيي باب قبلي ومحمد الحامد أشارت لافتاتها إلى محاسبة لصوص الثورة. في ريف حماة ومن قلعة المضيق مناشدة لرئيس الائتلاف معاذ الخطيب بالعدول عن الاستقالة، والمظاهرات تعم اللطامنة وكفر زيتا. وضع اللاجئين في الأردن خيب أمال السوريين بحسب لافتات أهالي حي الكاشف في مدينة درعا، ورغم القصف والتهجير أبى من تبقى من الأهالي في غربة غزالة والنعيمة ومعربة إلا أن يخرجوا في مظاهرات جمعة اليوم. لافتات المتظاهرين في دير الزور لم تختلف عن باقي المحافظات، حيث انتقد المتظاهرون الإخوان والنظام في مصر، وفي الميادين انتقاد لرئيس الوزراء التركي. وإلى أقصى الشمال الشرقي للبلاد في القامشلي قام المتظاهرون بتمزيق صور رئيس النظام وسط مظاهرات حاشدة جابت شوارع المدينة، كما عمت المظاهرات شوارع مودة والدرباسية. الله أكبر، القصف على مدينة بنش أثناء المظاهرة. مظاهرات بنش بريف إدلب رافقها قصف عنيف استهدف المنازل السكنية، وثقة بالنصر لدى المتظاهرين في خان شيخون، واستنكار صريح للإخوان في مصر في لافتات حاس. والمظاهرات تعم الريف الإدلبي لا سيما معرة مصرين وكفرومة وكفرنبل، ولسان حالهم من فقد بيته لأنه طلب الحرية لن يتسامح في شرفه وكرامته من أجل خيمة.